السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمينة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة، يعني الوصفات السهلة والسريعة اللي تقدروا ديروها للغداء أو العشاء. راح يروحوا مقادير وصفتنا للنهار اليوم. راح نحتاجوا كمية من أجنحة الدجاج، تقدروا تستبدلوها بكمية من السمك، يعني تستعملوا أجنحة الدجاج ولا السمك ولا صدر دجاج على حسب متوفر عندكم. ولكن إذا ما توفرش عندكم لا لحم لا أجنحة الدجاج لا سمك ولا صدر الدجاج، تقدروا تستعملوا البطاطا فقط. طيبوها البطاطا، تمرنيوها بهذه التتبيله وراح تجيكم بنينه في الفرن. راح نحتاجوا كميه من البهارات، راح نحتاجوا فلفل اسود، كمون، بابريكا او العكري، تقدروا تضيفوا الحار مع القليل من الكركم. راح نضيفوا كميه من الخل. كل البهارات راح تسيبوها مكتوبه في صندوق الوصف. راح نزيدوا ملعقه صغيره من طماطم مصبره وملعقه صغيره من الخردل او لاموتا. يعني انا هذا الفيديو كنت صورته من قبل، يعني كي كان الدجاج رخيص كنت درت هذا الفيديو، واليوم رايحه نحطه. هنا كما قلت لكم تقدروا تستغنوا على اجنحه الدجاج اذا ما توفرتش عندكم، ديروا سمك. ما توفرش عندكم لا اجنحه الدجاج لا سمك، مارينيو البطاطا فقط بهذه الطريقه ورايحه تجيكم بنينه. نخلطوا كل التتبيله مع بعض. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. وإذا عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم ما تنسوش الإعجاب بالفيديو، واللي مش مشترك بالقناة اشتركوا بالقناة باش يوصلكم كل جديد في وقته. هنا رايحين مارينيو الدجاج تاعنا جيدا، يعني حتى باش تدخل فيه التتبيله. هذه الوصفه ولا هذه المرحله راح نديروها من قبل، يعني قبل بساعه او ساعتين، ولا نديروها مع الصباح ونخليوها العشيه باش الدجاج تاعنا يجينا بنين. واذا كان سمك كذلك نفس الشيء. هنا راح نغطيو عليها ونخليوها في الثلاجه، يعني كما قلت لكم ساعه ساعتين على قد ما خليتوها راح الدجاج يتشرب التتبيله ويجي بنين. بعد ما فاتت عليه مدة ساعة، انا هنا خليته ساعة فقط، رايحين نجيبوا الصينية اللي تدخل الفرن، يعني اي صينية اللي تدخل الفرن اللي مالفين تستعملوها. رايح نديروا فيها ورق الزبدة، نكونوا شمخناه من قبل، يعني ما نديروهش ناشف، نكونوا شمخناه ورق الزبدة من قبل بهذه الطريقة. رايحين نحطوا عليه كمية من البصل. هنا نستعملوا اول طبقة، رايحين نديروا كمية من البصل. على بها قلت لكم انه الوجبه هذه ولا الطبق هذا ما لازمش، يعني ماشي لازم يكون فيه الدجاج ولا السردين ولا اللحم. هنا تقدروا ديروا كذلك قطع لحم تقطعوها رقيق وديروها، يعني على حسب المتوفر عندكم، واللي ماشي متوفر عنده يستعمل فقط البطاطا والمكونات الاخرى. هنا الطبقه الاولى راح نديروها بصل، لانه الدجاج راح يطيب فقط في الماء تاع الخضر اللي راح نديروها. نفرشوا كل كمية البصل، يعني من أجمل الأطباق ويجي بنين ما شاء الله. رايحين نحطوا ونوزعوا كل أجنحة الدجاج. يعني كذلك حتى بالسردين راح يجيبني، لاني كنت درت هذا الطبق باجنحه الدجاج ودرته بالسردين، يعني حتى بالسردين راح يجي بنين. من جهه اخرى رايحين نهزوا كميه البطاطا، نقطعوا كميه بطاطا هكذا على شكل شرائح رقيقه. لازم تكون شرائح رقيقه باش تزرب الطيب، يعني ما نخشنوهاش. راح نديروا عليها الثوم ونفس البهارات اللي ذكرناهم في الاول، راح تسيبهم مكتوبين في صندوق الوصف. والبهارات اللي قلت لكم راح تسيبوها في صندوق الوصف، يعني المكونات بالتفصيل راح تسيبوها في صندوق الوصف. اللي ما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان راح يخرج له كل شيء مكتوب بالتفصيل. نضيفوا كميه قليله فقط من الزيت ونخلطوا كل المكونات هذه مع بعض، يعني باش حتى البطاطا تاعنا تجي بنينه، يعني وتجي فيها بنه، يعني ما تجيش البهارات في جهه وفي جهه اخرى ما كاش. هنا راح نسدفوا البطاطا في الاطراف كما راكم تشوفوا هكذا. حتى نكملوا كل كميه البطاطا هكذا. بعد ما استفنا كل كميه البطاطا حنغطيه كذلك من فوق بورق الزبده اللي يكونوا شمخناه، يعني نشمخوه ومن بعد رايحين باش يشد مع الاخر اللي درناه الاول، لازم يكون الشامخ. ها
هكذا حتى نكملوا غلق كل الصينية. راح ندخلوها مباشرة للفرن درجة الحرارة 180 درجة، راح نخليوها نصف ساعة إلى 25 دقيقة، 25 دقيقة إلى نصف ساعة، وعلى حساب الفرن تاعكم، وراح تكون واجدة وجاهزة معنا. في الأخير حنشعله فقط من فوق باش يحمر الدجاج، وتكون وصفة واجدة وجاهزة معنا، وحتكون فيها القليل من الصوص. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. نتلقاو في وصفات.